بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 15. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 15 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد توقفنا عند كتاب الوضوء، قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام عما بعثه الله به، ومن جملة ذلك أنه سأله عن الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. نعم، يقرب وضوءه بمعنى أنه يقرب الإناء الذي يتوضأ منه ليسهل عليه تناول الماء، وإن كان يغتسل من بركة أو من نهر أو من ساقية فإنه يغترف مما فيه الماء أو ما يجري فيه الماء، يغترف منه اغترافا. وفيه أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، لأن داخل الأنف وداخل الفم لهما حكم الظاهر، فهما من الوجه، وذلك بأن يتمضمض في الفم، بمعنى أنه يدخل الماء إلى فمه ويخضخضه فيه حتى يتبلغ جميع داخل الفم، ثم ينثر الماء الذي تمضمض به، وكذلك يستنشق، بمعنى أنه يجذب الماء إلى داخل أنفه بالنفس ثم ينثره. وجاء في أنه يتمضمض باليد اليمنى ويستنشق باليد اليمنى، بمعنى أنه يأخذ الغرفة فيتمضمض بيده اليمنى ثم يتمضمض منها ويستنشق منها ثم ينثر الماء من فمه الذي تمضمض به، وينثر
الماء الذي استنشقه في أنفه باليد اليسرى. نعم. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يكمل غسل وجهه، وذلك من منابت شعر الرأس المعتاد طولا إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طوله، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه الذي أمر الله بغسله. والسنة أن يغسله 3 مرات، والمجزي أن يغسله مرة واحدة بالغة على جميعه. وفيه فضل الوضوء، وأن خطاياه تتساقط مع آخر قطر الماء، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفيه أن اللحية المسترسلة أنها من الوجه، فيغسلها ولو طالت ولو كبرت، لأنها من الوجه. فإن كانت اللحية كثيفة تغطي ما وراءها من الجلد فإنه يكتفى بغسل ظاهرها ويخلل باطنها، هذا السنة، التخليل سنة، وإلا فالواجب أن يغسل ظاهر اللحية الكثيفة. وأما اللحية الخفيفة التي يرى من ورائها الجلد فهذه لا بد أن يعركها بالماء ليتبلغ الماء إلى ظاهرها وباطنها، لأنها من الوجه. نعم. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى مع هنا، يعني مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه أدار الماء على مرفقيه، فدل على أن قوله إلى المرافق يعني مع المرافق. وهذا كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، نهى عن أكل أموال اليتامى مع أموال أوليائهم. نعم. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. هذا من فروض الوضوء، مسح الرأس من فروض الوضوء، بمعنى أنه يضع كفيه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. وفيه أنها تتساقط السيئات مع آخر قطر الماء إذا مسح رأسه. نعم. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. وفي هذا الحديث الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأنه أتى بثم، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ففيه أن ترتيب الأعضاء على هذا النمط من فروض الوضوء، فلو أنه لم يرتب لم يصح وضوءه. وفيه فضل الوضوء، وأنه تتساقط السيئات مع آخر قطر الماء من كل عضو يغسله. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه مشروعية السؤال لمن جهل أو التعرف على الشعائر؟ هذا كما ذكرنا أن فيه الرجوع إلى أهل العلم في مسائل الدين والتعلم على العلماء وسؤال العلماء، قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن الإنسان لا يكتفي بمطالعته وحفظه، لأن بعضهم يحفظ ويظن أنه صار عالما بحفظه وهو لا يفقه ما يحفظ، وهذا لا يمكن إلا بالتعلم على العلماء.
التفقه على العلماء والجلوس بين أيديهم، ولا يكتفى بقراءة الكتب، ولو قرأ 1000 كتاب أو حفظ 100,000 كتاب ما يكفي هذا عن الجلوس إلى أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا، أراد السعي وصعد الصفا، قال أبدأوا، أو في رواية ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فدل على أنه إذا أراد السعي يبدأ من الصفا إلى المروة، وبهذا يتم له شوط، ثم يعود من المروة إلى الصفا يتم له الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن ما بدأ الله به في الذكر يبدأ به بالفعل. نعم. أحسن الله إليكم. وفي حديث أسامة: فجعلت أصب عليه الماء ويتوضأ. وهذا فيه دليل على جواز خدمة أهل العلم، أو مشروعية واستحباب خدمة أهل العلم. فهذا الصحابي كان يصب الماء، ماء الوضوء، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه إعانة أهل الفضل وخدمتهم في الوضوء وغيره مما يحتاجون إليه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. نعم، هذا فيه فضل الوضوء، وأنه إذا أسبغه يعني أكمله على الوجه الذي أمر الله به، بحيث لا يبقى شيء لم يصل إليه الماء من أعضائه، فإذا أكمله فإنه يستحب له أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحكمة في ذلك أنه يجمع بين الطهارتين: الطهارة من الحدث بالوضوء، وكذلك بالاغتسال إذا كان من حدث أكبر، والطهارة من الشرك، وذلك بالشهادتين بعد الطهارة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا فيه الجمع بين الطهارتين: طهارة الحسية بالوضوء والاغتسال، طهارة المعنوية من الشرك. وفيه أن فضل الوضوء، وأنها تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا فيه فضل طهارة بالوضوء أو الاغتسال من الحدثين الأصغر والأكبر. وفيه أن أبواب الجنة 8، ولم يرد يعني ذكر أبواب الجنة، عدد أبواب الجنة في القرآن، وإنما ورد في السنة، قال إنها 8. وأما النار والعياذ بالله فقد ورد عدد أبوابها في القرآن، قال جل وعلا: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يدخل من أيها شاء. وكلها من أي باب دخل في الجنة فإنه سعيد، لا تفاضل بينها، لأنها كلها تؤدي إلى الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في سننه في رواية الحديث أنه يقول بعدما يأتي بالشهادتين يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يكمل بها هذا الدعاء العظيم بعد أن يفرغ من الطهارة. نعم. رواه أحمد وأبو داود وفي بعض رواياته: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. أحسن الوضوء يعني أكمله، والإحسان هو الإتمام، الإحسان هو الإتمام، إتمام الشيء على الوجه المطلوب، هذا هو الإحسان. وأنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وفيه أنه ينظر إلى السماء، يعني يستحب له أن ينظر إلى السماء بعدما يفرغ من الوضوء وينظر إلى السماء ويقول هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا فيه دلالة على علو الله على عرشه وفوق سماواته، لأنه نظر إلى السماء يخاطب الله سبحانه وتعالى، فهذا من أدلة علو الله على عرشه فوق سماواته سبحانه. نعم. وعن أبي سعيد قال: من توضأ ففرغ من وضوئه وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليه طابع ثم رفعت تحت العرش فلا تكسر إلى يوم القيامة. نعم، هذا فيه زيادة أنه نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ثم يأتي بالشهادتين: وسبحانك اللهم أي أنزهك، لأن التسبيح هو التنزيه، أي أنزهك عما لا يليق بك، وبحمدك أي يحمد ربه أن وفقه إلى أن يسبحه، يعني سبحتك بحمدك والثناء عليك. نعم. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك اللهم، والشهادتان مرتا، ويقول أستغفرك وأتوب إليك، فيجمع أيضا بين الطهارة الحسية والطهارة من الذنوب بالاستغفار. طهارة من الذنوب تكون بالاستغفار والتوبة، طهارة من الحدثين تكون باستعمال الماء في المواضع التي أمر الله باستعماله فيها. نعم. طبع عليه طابع ثم رفعت تحت العرش. طبع عليه طابع يعني ختم، خاتم لا يطلع عليه أحد إلى يوم القيامة، ثم يفتح يوم القيامة. فهذا فيه حفظ هذا العمل لصاحبه، وأنه يوم القيامة يلقى ما عمله، ومن ذلك هذا الدعاء الذي قاله بعد كمال الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله.